انا جاي هنا منطقه برطله، وهذا المجمع مجمع طيبه اسمها، وهذا بيتي بهذا الفرع، ورايح اشوف بيتي. صار لي 3 سنين ما شايف البيت. انتوا شرطه نينوى؟ احنا شرطه نينوى. جيت من الواجب بابا؟ احنا جينا من الواجب، حاليا بالواجب صار لي 25 يوم بالدوام. شلون اخذت رخصه من العمر؟ احكي لنا يعني ايش قلت له؟ اخذت رخصه من العمر، قلت اروح اشوف منطقتي، واني هذا مو قاطعي، قاطعي حمدانيه. وجيت هنا بس اشوف بيتي، وان شاء الله رايح على واجبي اكمل واجبي. ايش قلت صار لك عايش في البيت؟ صار لي 3 سنين الا شوي عايش في البيت. اي وهسه جاي اشوف البيت ان شاء الله. اي هسه جاي اشوف البيت، خلي اشوف ايش بيها البيت. تعالوا وياي نشوف البيت. احكينا عن ذكرياتك بالمنطقه، شلون كنت تسوي؟ ذكرياتي هنا كنت اقعد. هنا هذا الشارع ما كان موجود، بعدين بلطنا هذا الشارع، هنا كنت اقعد يوميا، كنت هنا اقعد بالليل ويا جماعتي، وهنا بيت واحد خنجر كان. بعدين اجى السيد عقيل اشترى هذا البيت، وهذول كلهم ولد منطقتي. هذا بيت ملازم اول كنعان اللي هسه هو رايد بالشرطه ويانا، هذا بيته. احكي لنا شلون عرفتوا الليله اللي عرفتوا بيها المنطقه البيت، شعوركم؟ والله الليله اللي عرفنا بيوتنا لو رايح ارواحنا ولا عايفين هاي المنطقه. بس اليوم رجع الحق ان شاء الله. اي اليوم رجع الحق، وان شاء الله يرجع المواطنين والناس كلها ترجع، كل واحد على بيته، والبيوت ما متضرره. هذا تشوفون قدامكم. شو تقول له عن مجمع طيبه؟ من البيوت ما بيها شيء؟ البيوت ما بيها شيء، بيها يعني ضرر بس قليل. جعفر يعني مجمع طيبه. وين بيتكم بالضبط؟ هذا بيتي. وين؟ تعالوا يا نشوف البيت. هلا جعفر. فرحان كلش فرحان. هذا بيتي بنيته جديد طبعا، ما قعدنا به شهر زمان وطلعنا. هذا بيتك؟ هذا بيت. نشوف الدمعة على عيني. الحمد لله والشكر على أي حال. هذا البيت، هذا كان يدق مطر على راسنا واحنا نشتغل بهذا البيت. شو نسوي بعد؟ الحمد لله والشكر. الحمد لله ما بيها شيء. الحمد لله ما بيها شيء يعني البيت. لا ما بيها شيء الحمد لله والشكر، بس غراضه ما بيوقع، والغراض يتعوض ان شاء الله. ما بيها شيء الحمد لله والشكر. البيت اهم شيء لا مخروبه، ما بيها شيء، يتعالج هذا الضرر، كل هذا الضرر يتعالج. فرحان اليوم؟ شلون مو فرحان؟ بيتي ورجعت له، شلون مو فرحان؟ شو تقول للقوات الأمنية؟ الحمد لله والشكر، نشكر جزيل الشكر جهاز مكافحة الإرهاب، اللي هو أول قوة اللي دخلت هاي المنطقة وحررت هاي المنطقة. ايش قصة لك قعدت بالبيت وطلعت؟ ما قعدت فيها شهر وطلعنا. شهر ما قعدنا، أقل من شهر 20 يوم طلعنا، يعني هذا البيت جديد قاعد تشوفه أنت. قدامك جديد يعني بنيناه. بيتنا القديم كان بذاك الفرح. اي عفنا كل شيء وطلعنا الحمد لله والشكر على اي حال. واليوم ترجع؟ واليوم رجعنا. رجعت وان شاء الله ما نعوف المنطقه بعد. رجعت بدلتي العسكريه. رجعت بدلتي العسكريه. اي القوه. اهلك اليوم يشوفوك شو تقول لهم؟ اسلم على جميع العراقيين، وخصوصا على النازحين اللي بالمحافظات الجنوبيه البعيده. هاي منطقتكم مجمع طيبه. هذا المجمع طبعا كلهم الاهالي الموجودين هنا شبك، كلهم من قوميه شبكيه الاهالي. هذا كانت قاع بعدين سووها مجمع. وبعد عندك مجمع زهراء، بعد مجمع الغدير عندك بعد. احنا شوفوا ما بيجي ان شاء الله المجمع. ما بيجي الحمد لله والشكر. هذا الاضرار يصلح، احسن ما واحد يقعد ايجار. احسن ما واحد يعوف منطقته. ولو احنا ما عفناه، والله العظيم ما عفناه، بس صارت بعد. شو تقول للدواعش؟ الدواعش خلي يشوفوني زين. 13 مصفحه فجرنا بتلول الباج فوج الخامس شرطه نينوى، خلي يقولون كذب. 13 مصفحه احنا فجرناها فوج الخامس، والحمد لله والشكر.